الأسرة والمجتمع. الأسرة والمجتمع. الأسرة لبنة المجتمع، وجودها من وجوده ونماؤها من نموه. الحفاظ عليها واجب وطني ومجتمعي. الأسرة والمجتمع. برنامج يلامس واقع الأسرة والمجتمع. إعداد وتقديم الدكتورة فنة العريمية، إخراج خالد بن درويش أولا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج الأسرة والمجتمع. أخواني وأخواتي، استكمالا للموضوع الذي سبق وطرحناه عن الأمراض الوراثية، الأمراض التي ترتبط بخلل قد يصيب الجينات والمشاكل المترتبة عليها وكيفية ظهورها وكيفية تشخيصها وكيف طريقة التعايش مثلا مع الأشخاص المصابين بأمراض وراثية، سواء كانت متلازمات أو كانت أمراض دم وراثية أو غيرها وغيرها. احنا بدينا هذا الموضوع أخواني، واليوم إن شاء الله حلقتكم من برنامج الأسرة والمجتمع ستناقش هذا الموضوع، والحوار مفتوح مع ضيفنا الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة الجزيئية وزارة الصحة. دكتور مسلم، حياك الله معنا وشكرا على هذا التجاوب الجميل، وحبك إنك أنت تبين بالفعل أهمية علم الوراثة وعلم الجينات في صحة الإنسان. أشكرك على الدعوة، ومساء الخير لكم وللسادة المستمعين، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة بإذن الله. تسلم دكتور مسلم. دكتور مسلم، على أساس أن احنا نذكر بعض، تمام، نبدأ بإذن الله عز وجل موضوع الوراثة. كلمنا على الوراثة، يعني كيف تنتقل الصفة الوراثية، الهيئة الجسم، المرض وغيرها من الآباء إلى الأبناء أو من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء. نعم، مجملا احنا كنا سابقا عرفنا المرض الوراثي، وهو انتقال صفة ظاهرية أو تعقيدات داخلية من جيل إلى آخر أو من الآباء إلى الأبناء، نتيجة ارتباطها بخلل ما، سواء في الجينات، سواء في الكروموسومات، أو سواء حتى في التركيبة التكوينية الجينية الأساسية. سابقا تكلمنا كذلك عن أن معضلة الأمراض الوراثية على مستوى العالم حقيقة هي مشكلة يعني تلقى اهتمام كثير، ومعظم العلوم الحديثة مركزة على المسببات الوراثية للظواهر المرضية بشكل عام، ومن أجل بشكل عام. نعم، لأن معظم الأمراض الوراثية حتى مرض مكتسبة أيا كانت، لأن لابد لها مسبب، سواء ارتباط مباشر بشكل أو بآخر. نعم، بالتاريخ الـ 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 الوراثي أو بالضبط. العائلي العطب، سواء بشكل مباشر في الجين نفسه أو قابلية حدوث هذه الأمراض، جميعها بلا استثناء، والعالم كله يتجه نحو ذلك فيما يعرف بالعلاج الجيني. الله، وهذا التحدي الجميل. نعم، والمسار الجميل اللي احنا نتمنى بالفعل نبدأ كمستقبل قريب بإذن الله. بارك الله فيك. دكتور مسلم، نعم، كذلك عندك مرضات كثيرة، يعني خاصة مرضات صحيح مختلفة، من ضمن تعدد الأسباب التي تظهر هذه المرض الاستعداد الوراثي لذلك. طبعا. نعم، هي النوع الثالث اللي هي الأمراض المتعددة الأسباب. حقيقة نحن لو عرضنا العامل المسبب مباشرة لمجموعة من الناس، ونفس العامل عرض لمجموعة أخرى من الناس، أيوة، نجد استجابة مرضية عند هذا المجموعة غير هذه المجموعة، وذلك لوجود الاستعداد الوراثي، وهذا ما نبحث عنه. معظم الأمراض الوراثية 52% منها لها هي أمراض متنحية، شرحناها سابقا، يجب تواجد جينين من الأب والأم. الأمراض المتنحية تشكل الغالبية، وبالتالي التدخل أو ما يسمى بالسكرينينج بروجرامز أو فحص الحاملين يحد من حدوثها تماما. الله. فطالما الغالبية متنحي، إذن ممكن تدخل وقائي منها بشكل فعال. خبرنا، نرجع مرة ثانية وإحنا مع أخواني وأخواتنا اللي يستمعونا دكتور مسلم، يعني رفرش ذاكرتنا بالنسبة للموضوعات هذه. خبرنا عن الأمراض الوراثية المتنحية، الأمراض نعم الوراثية أو الصفة الوراثية المتنحية والسائدة، وكيفية مثلا تعريف الثنتين، ما هي أهم المرضات التي ترتبط، أو مش المرضات، قبل أن ندخل في المرضات، الصفات الوراثية سواء كانت خارجية أو تعقيدات داخلية. نعم، هو هي الصفة المتنحية. احنا دائما في كل موقع من الكروموسوم عندنا زوجين أو زوج عفوا، جزء الكروموسوم جاي من الأب وجزء جاي من الأم، متقابلين بشكل إن الحبيبات اللي داخل الكروموسومات اللي هي الجينات في صورة
للجين جاية من الأب، وفي صورة لنفس الجين جاية من الله. الأم طبعا سبحان الله. طبعا بقدرة إلهية هم يشتغلوا بطريقة تبادلية، بمعنى صحيح. إن يكفي جين واحد يغطي هذا الموضوع في معظم الحالات، لكن أحيانا إن يكون عشان تظهر الصفة المرضية يجب أن يكون الصورتين معطوبات، بمعنى إن جاي من الأب صورة معطوبة وجاي من الأم صورة معطوبة، هذه المتنحية. ناخذ المكالمة قبل أن يتنحى المتصل. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. وعليك السلام رحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا وسهلا دكتورة. الله يحييك. رحب فيك ورحب دكتورة. بداية بسم الله، طبعا كل عام وانتم بخير، ومولانا حضرت رجال البال بخير وانت بصحة وسلامة إن شاء الله. أود أن أشكركم حقيقة على هذا البرنامج اللي من خلاله تقدمون يعني الكم الكبير من الفائدة للمجتمع، طبعا وهذا من خلال الضربات الرائعة اللي تقومون بها حضرة الدكتورة. شكرا بارك الله فيك. شكرا أخي الكريم. بس أنا عندي سؤال لو تكرمتي للدكتور مسلم. تفضل. نعم دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الكريم. أهلا وسهلا دكتور. أنا بخصوص الموضوع اللي تكلم عنه، يعني هل توجد هناك دراسات تم إجراءها في السلطنة بخصوص أمراض الدم الوراثية؟ الله. يعني نعم، وهل يعني أقصد يعني الدراسة هذه من أجل تقييم مشكلة الأمراض في عمان؟ نعم. وإذا كانت هناك في دراسة فعلية لمثل هذه المشاكل، ما هي الحلول اللي وضعت لحل هذه المشكلات؟ والشكر الجزيل لك. سؤال جميل أخي الكريم. طيب أخي الكريم، إحنا نسألك، أنت سألت عن أمراض الدم الوراثية وهي جزء من الأمراض الوراثية. هل لا قدر الله مثلا أحد تعرفه يعاني من مشاكل دم وراثية، يعني بحكم أنها يعني للأسف منتشرة معانا هنا بالسلطنة؟ لا والحمد لله، الحمد لله. ما حد سألته، لكن يعني مثل هذه الأشياء أعرف يعني واحد يبي يعرف عنها من أجل العلم والإحاطة. وأحيانا تكاد يعني معظم عند البيوت لا تكاد لا تخلو من مثل هذه الأمراض. في مثل هذه الحالات التوعية ضرورية للحصول على تسلم. الحلول. تسلم أخي الكريم. وشكرا للمداخلة الجميلة، وإن شاء الله بنجاوب هذا السؤال. شكرا جزيلا، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام دكتورة، كيف الحال؟ الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله خير. الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك. الله يعافيك إن شاء الله. مشكورين على البرنامج، هذا برنامج جيد حقيقة بأمانة ويخدم. الله يرضى عنكم وأنتم اليوم. الله يخليك. كلنا نعاني من هذه المشاكل يعني أغلب. شكرا أخي الكريم. الله يبارك فيك. عندي استفسار بسيط دكتورة، يعني هذه الأمراض الوراثية إيش ما لها حلول؟ حلول يعني كعلاج يكون عشان لا يتناقل من الأب إلى الابن إلى الزوجة وكذا، كعلاج يعني مستقبلي. صح. سؤال جميل. دراسة عملت دراسة لعلاج هذه أو بارك الله فيك. هذه الثانية. وبعدين ما هي أنواع الأمراض البسيطة مثل الحساسية ومثل الأنيميا ومثل هذا اللي قال سكل سيلز؟ يعني هذا أعتقد كأنه وراثي، أشوف إن اللي يكون الآب فيه مباشرة يطلع في الإبن أو الإبنة أو صحيح. حاجة. صحيح. هو من ضمن دائما لما واحد يروح يفحص يقال له هل عندك أنت من أبوك ولا أمك ولا حد من أهلك صحيح. فيه عنده هذا كذا، هذه من الأمراض. صحيح. هل هي يعني أمراض دم وراثية بالدرجة الأولى؟ صحيح صحيح. إن شاء الله. أيوه. إن شاء الله أخي الكريم، أنا عجبني المحور اللي أنت دخلت فيه اللي هو بالفعل يا ريت يا ريت يا ريت يكون هنالك علاج قاضي على الأمراض الوراثية، من ضمنها أمراض الدم الوراثي اللي حضرتك كذلك ذكرت عليها. إن شاء الله بنغطي موضوع دور الوراثة، سواء كانت مثلا صفة متنحية أم صفة سائدة بالنسبة لمرضى الدم الوراثية، سواء كانت أنيميا المنجلية سيكل سيل أو حتى الثلاسيميا. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا دكتور مسلم. تسلم. وانا صراحه هذا البرنامج جميل جدا. شكرا جزيلا. على قيام الحق. تسلم اخي الكريم. وسع الصدر يعني ما شاء الله عليكم، يعني شكرا. اعتقد يكون احنا ما اني دكاتره ولا حاجه نفهم هذه في هذه الامور، لكن انتم تتقبلوا وتعملوا سريع. مشكور اخوي، وانت كذلك. جزاك الله انت الف خير على هذا التشجيع الجميل. شكرا جزيلا. شكرا. جزاك الله خير. شكرا دكتوره. شكرا. مع السلامه. اخواني واخواتي، على فكره انا ما نوهت على ارقام البرنامج، ويزاهم الله الف خير اخواني الكرام اللي اتصلوا، يعني هذا بالفعل اعطاني بوش فورورد باذن الله. ارقام البرنامج 24640234 او 24640233. وبرنامجكم الاسره والمجتمع، برنامج دعم صحه باذن الله عز وجل. موضوعنا اليوم الامراض الوراثيه. دكتور، محورين جميلات. خليك صحيح. أول شيء بعدين بنتطرق للدراسات الوطنية. صحيح. لكن أخوي المتصل الأخير قال لك، هل هنالك علاج
للأمراض الوراثية بشكل كافي يعني كامل بدون ما ندخل في مرضات المختلفة؟ هو حقيقة طبعا لا يوجد علاج إن يشيل المشكلة من أساسها مثل بقية الأمراض المعروفة، يعني بالنسبة لأن الإشكالية ما في علاج لو حدث، لكن في وقاية لو عملنا سكرين يعني فحصنا مبكر. أنا بس بفصل في الموضوع، يعني مقارنة بالأمراض الأخرى كون علاج تأخذ ويشيل المشكلة طبعا هذا لا يوجد بالنسبة للأمراض الوراثية لأن الأساس تكوين خلقي في الموضوع. لكن العلاج في التعامل مع الأمراض الوراثية ينقسم إلى يعني جزئين حقيقة، هو الجزء الوقائي ومن ثم الجزء العلاج التوفيري بحيث يقلل من التعقيدات ويرفع المصاحبة جودة الحياة. ويرفع جودة الحياة. فالوقاية طبعا معروفة بتحديد المرض في عائلة معينة في فئة معينة في مجتمع معين، وبالتالي خصوصا الأمراض المتنحية، وبالتالي من يعني القيام وقت ما دعت الحاجة والإمكانيات طبعا بعملية سكرينينج شاملة أو عملية فحص مبكر شامل من أجل تحديد الحاملين، وبالتالي إعطاء الإرشاد الوراثي المناسب. وطبيعي راح نصل في النهاية إلى منع تكرار الحالات في المجتمع هذا. هذه الناحية الوقائية. الناحية العلاجية وهذا نوع من العلاج يا نعم. وكذلك في بعض المشكلات إن بعض الأمراض يكون في العطب في الجين بس تظهر الأعراض بعد عمر معين. أي والله. فلما يكون لو في عوامل مساعدة لا في مش مثل مرض الهانتنجتون اللي ناقشناه ذيك المرة. وبالتالي من إمكان إجراء الفحص المبكر وتوفير وسائل الحياة بحيث إن نأخر ظهور المرض. طبعا هانتنجتون وأمثال كثيرة فرجاي الإكس سندروم وغيره، فممكن نأخرها إلى ظهور الأعراض إلى يعني عمر أكبر من المعروف. الأهم من ذلك هو توفير العلاج التكاملي بحيث نرفع جودة الحياة ونقلل من، لأن لو أهملنا الحالة بشكل عام ممكن تسوء أكثر فأكثر. بارك الله فيك. عندي محورين وبرجع بساخذ المكالمة. طيب. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساء النور والسرور. حياك الله أخي الكريم. أختي خميس بن سعيد بن علي البراجدي من المحافظة الداخلية. حياك الله أخي الكريم. حياك الله. تفضل أختي الكريمة. بغيت أشارك بالنسبة لي إذا كان هناك إيجاد شيء من علاج للأمراض الوراثية، من ذلك مثلا الإعاقات الذهنية. كلام جميل. هذه مرتبطة بالمتلازمات. إذا كان يتوجد علاجات لا سيما إذا كانت علاجات طبيعية، لأنه أختي العزيزة تعرف لما الواحد يعني يتناول الأقراص مثلا أو الأدوية المصنعة يعني تأثر ليها تأثير فيما بعد تأثير سلبي يعني. صحيح. أيوة. لذلك نحن نريد نلجأ إلى الأدوية الطبيعية، لأن الأدوية الطبيعية معروف عنها إنها يعني إن لم تفوق الأدوية المصنعة وإلا لما هي أقل منها يعني أهمية أو مفعول يعني. صحيح والله. كلام جميل ومحور جميل، وإن شاء الله أخي الكريم بنغطي هذا الموضوع. وتسلم. شكرا. اسمحوا لي حبينا نشارك بالعكس يعني. وبرنامجكم وإحنا هنا موجودين إن شاء الله عشان نكون معاكم في عملية الوعي الصحي في هذا المواضيع إن شاء الله. تسلم. أتمنى في هذه البرامج صراحة أتمنى يعني نهدين باستمرار دائم. وأنا معاك والله، نتمنى الكل إن يشارك في عملية رفع الـ الوعي والتثقيف الصحي. صحيح. بارك الله فيك أخي الكريم، ونعتذر يمكن المكالمة سبحان الله انقطعت سهوا. دكتور سؤالين وبالفعل يضربوني أنا بالصميم على فكرة، يعني الكل يسأل هل هنالك من علاج، هل هنالك من علاج أمراض دم الأمراض الوراثية كثيرة دكتور مسلم، يعني متلازمات أمراض دم وراثية تختلف في شدتها ونوعيتها طبعا، لكن العلاج عملية متكاملة. العلاج مش يعني الفكرة التعامل مع الأمراض الوراثية تبدأ بالتشخيص أولا، وهذا في حد ذاته مرحلة جدا مهمة في العلاج ما يجل تقديم الإرشاد الوراثي، ثم بتوفير العلاجات المناسبة للتغيير من خطورة التعقيدات، ثم بتوفير الوسائل الممكنة كي لا يظهر العطب الجيني في المرحلة العمرية المعروفة بشكل أسوأ، وبعدها يجي الفحوصات المبكرة لو لا يعني مدى متى ما دعت الحاجة والإمكانيات. طبعا كل مجتمع يختلف عن الآخر. صحيح. الجانب الآخر هو التوعية نفسها بالمشكلة المرضية الوراثية تسهل على الأسرة التعامل معها والمجتمع يتقبلها. بالضبط. الفرد يكون جزء من المجتمع. جميل. أهم جزء من عملية العلاج في الأمراض الوراثية أنا أعطيه أكثر من 60% التوعية. جداً. التوعية بالفرد المصاب وأسرته والمجتمع. جداً. للتقليل جداً. من السلبيات يعني الممكنة. هذه على فكرة يعني أنا مع إنه الأخص المرض المزمنة والله مسلم. يعني صحيح. بالفعل هذا هو المفتاح اللي يساعد الإنسان إنه هو يعيش بطريقة فعالة. نعم. يعني ينتج ولا يكون عالة. بالضبط. صحيح. احنا خذتنا الكلام، تخلينا نرجع وناخذ محور أخونا المتصل الأول ونبدأ من البداية معه. نعم. ذكر عن الأمراض الدم الوراثية. نعم. إيش رأيك؟ تكلمنا عنها كلها. نعم. وهل هنالك في دراسات إحصاءات وطنية جهود موجودة بنغطيها شوية، لكن نتكلم أكثر على أنواع هذه المرضات.
هو يعني احنا ذكرنا سابقا بشكل عام انت كانه سابقا هذه ما كانت الحلقه راح نعيدها ان شاء الله مره اخرى. ذكرنا سابقا ان النسبه يعني نسبه ولاده الطفل في عمان مصاب باي عيب خلقي ايا كان او اي مشكله خلقيه ايا كانت بما فيها الامراض الوراثيه 7%، وهذه نسبه عاليه جدا. طبعا مرجعها لعده اسباب من مقارنه بالاحصائيات الخليجيه والعالميه احنا معاهم ولا لا؟ خليجيين احنا يعني هم قريبين منا، بس على المستوى الدولي بالنسبه لاوروبا وامريكا هي 4.5 4.5 من 10، يعني اكثر. بس مرجعها يعني مرجعها زواج الاهل، لا احنا خلينا نقول مرجعها لارتفاع نسبه الامراض ذات الصفه المتنحيه اللي من ضمنها امراض الدم الوراثيه. احنا لو جمعنا نسبه امراض الدم الوراثيه راح نلقى فعلا 7% هذه كيف تشكلت. اذا في المشكله العام الامراض الوراثيه هي امراض الدم الوراثيه اللي هي الانيميا المنقليه والثلاسيميا بنوعيها ومرض نقص الخميره. نعم احنا ذكرنا ان اخر احصائيات ولو انها من مده طويله حقيقه، وان شاء الله يكون في احصائيات قريبه. متى كانت؟ 2011؟ لا قبل ذلك يعني. اي كان نسبه ولاده طفل مصاب باحد هذه الامراض الثلاثه هي من 3.4 من 10 الى 4.7 من 10 لكل 1000 ولاده حيه. وهذه نسبه عاليه طبعا. واحنا نعرف ان من 10% من العمانيين يحملون جينات الانيميا المنقليه، و2 الى 3% يحملون جينات البيتا ثلاسيميا. وطبعا النوع الاخف اللي هو الفا ثلاسيميا، عندي 45% من العمانيين يحملون جين الفا ثلاسيميا. طبعا هذا وضع مختلف. نقص الخمير يصل الى 28% من، وبالتالي هذه شكلت النسبة الكبرى. طبعا بما أنها أمراض الدم الوراثية نقص الخمير 25 28 يعني 21 للذكور للإناث عفوا 12 للإناث و 21 للذكور. بس على فكرة كل النسب عالية، وبالفعل هي تحدي أعتبر أنا يعني تواجه الكل مش الخدمات. صحيح صحيح، لكن لا حتى المجتمع. نعم. يعني في عملية إن الوعي أنه أنا مثلا مقبل على حياة زواج لازم أعمل فحص ما قبل الزواج لسبب بسيط جدا، قد أكون حامل وأنا ما عندي الأعراض ظاهرة. صحيح. تمام. والزوجة تكون حاملة ما ظهر الأعراض، للأسف نقدمها هدية للجنين إنه صحيح. يلا صحيح. صفة متنحية. نعم. متنحية. نعم. سادت وظهرت. صحيح. يعني هو الفحص هذا متوفر في جميع المستشفيات، ولكن احنا ما نطلق عليه فحص والمراكز الصحية يعني هو موجود شامل بالضبط. لفحوصات معينة تبين دكتور مسلم يعني بعض من هذه الأمراض الوراثية. لا حقيقة لم يرفع علينا مشكلة معينة في عدم توفرها. بمعنى أن جميع الناس بإمكان خاصة اللي عنده تاريخ عائلي من هذه الأمراض. إحنا نرفع إيدنا ونقول يا جماعة المقبل على الزواج واللي يحس نفسه في سن الزواج وما قبل ذلك واللي عنده تاريخ يفحص واللي عنده تاريخ في الأسرة في الأسرة كذلك، وما هو خطأ. بالضبط. ما هو خطأ. لا بالعكس بالفعل يعني هذا نعتبره أمانة، المفروض يكون الصورة واضحة. بالضبط. وشيء ممكن إحنا يعني بسهولة نتعامل معه. بارك الله فيك. نقي نفسنا وأولادنا وإن صحيح. شاء الله والجيل الجاي. أحد نرجع لأمراض الدم الوراثي. نعم. فهذه الثلاث أنواع الرئيسية لأمراض الدم الوراثي. طبعا ذكرتي دكتور الجهود القائمة من أجل الحد منها عن طريق الفحوصات اللي تجري وكذلك التوعية. يعني في يعني تمرين فرق متخصصة في المستشفيات من أجل توعية الناس بأهمية الفحص مثل ما ذكرت. والمجتمع الكل يعني المفروض يتحرك في هذا الاتجاه. طبعا العلاقات موجودة، ولكن يعني بإمكاننا إن احنا ما نوصل للمرحلة هذه عن طريق. كلمنا عن الثلاسيميا، انت ذكرت وعطيتنا المؤشرات اللي يعني بالفعل تخوف. ماذا يقصد يعني؟ ما بقول تخوف، لكن يعني بقول واقع يجب الانتباه له. وعلى فكرة فيه يعني شغل قاري. الثلاسيميا النوع الرئيسي اللي تظهر فيه الأعراض اللي احنا نتكلم عنها، اللي هي طبعا تبدأ بالهزال المستمر وحاجة المريض لنقل الدم بشكل شهري، ومن ثم طبعا جميع أعضاء نتيجة نقل الدم تتأثر نتيجة تراكم الحديد لأنه هو محتاج للدم. وطبعا يكون يعني الفرد نفس المصاب بهذا الشيء يكون يعني قابلية للحياة طبعا تقل مع سنوات العمر. وإيش السبب دكتور؟ مخبر الأخوان هي طفرة جينية. هي طفرة جينية تؤدي إلى نقص في وجود، احنا نعرف ان المادة الرئيسية المكونة الدم اللي هي هيموغلوبين مكونة من سلسلتين الألفا والبيتا، مهمات جدا لمرونة الخلية الحمراء اللي هي البروتين، جزء البروتيني من الهيموغلوبين. نعم. والأداء وظائفه. وبالتالي إذا حدث مثلا خلل في البيتا تقوم الألفا تغطي عليه، بينما تغطية الألفا في جزء البيتا ما راح يكون مناسب، والعكس صحيح. بس البيتا أكثر شراسة حقيقة. ونتيجة الطفرة الجينية هذه. لماذا أكثر شراسة؟ لأن تحتاج إلى 2 على. لا لا يعني بالضبط. الألفا إحنا نعرف إن في 4 صور للجين، بينما البيتا فيها صورتين. عشان كذا أي عطب في واحد يظهر على طول
لا مش في واحد، في اثنين عفوا، لأنه هو من المتنحي. لكن الألفا ثلاسيميا لا، يعني ممكن يوصل لنقص الاثنين ثلاثة. وفي عمان يعني نوع الألفا ثلاسيميا أقل خطورة. في دراسة تجرى حاليا من قبل فريق الجامعة، إن شاء الله إذا نشرت رح نعرف تفاصيل أكثر عن الألفا. بس 45% من العمانيين عندهم جين الألفا، لكن مش بشكل مرضي، ما أدى إلى حدوث. لأن الألفا لما يوصل إلى غياب الأربع جينات نفسها، طبعا يكون ما يسمى بالفيتس هايدروبس فيتاليس، اللي هو يموت الجنين، يعني ما ينزل بالضبط. أو إذا كان في ثلاث عطب من أربعة، طبعا يكون يدخل في مجال نفس موضوع الأنيميا الشديدة. نقص الخميرة في عمان إحنا نطلق عليه أن يكاد يكون مرض، يعني بعد ولادة الطفل مع معرفة التاريخ الأسري أي بالضبط، ينحط الطفل في رقابة لمدة 24-48 ساعة في المستشفى من أجل التعامل مع أي طارئ ناتج عن تكسر الدم الحاد نتيجة نقص الخميرة. ما مرت علينا حالات حقيقة، برغم أننا نعرف أن عوامل أخرى ممكن مثل أدوية الحنة المركز ممكن يأثر، بس حالات جدا نادرة. الفول السوداني، الفول اللي هو فول الصويا العادي، أدوية الملاريا، أي بس في بس يعني في عمان بصراحة لم يعني الحالات نادرة حصل معها. بعكس مع أنه في دول ثانية أفريقية جدا شديدة، شمال أفريقيا بالذات جدا شديدة، لدرجة أن عبور حقل الفول نفسه يعني يكسر خلايا الدم على طول، وهذا هو. بينما في عمان الحمد لله ما في مشكلة، لطف من الله عز وجل، بالضبط جزء من لطف الرحمن الحمد علينا لله. صحيح الله. صحيح الحمد لله. فمنظومة التعامل مع أمراض الدم الوراثية ترتكز على هذا الأساس، التوعية، الفحص المبكر، الإرشاد الوراثي، ومن ثم التعامل العلاجي معها، من ناحية الأدوية وكذلك التأقلم. صورة متكاملة لن تكون فردية. أيوة بارك الله فيك. نتكلم على أنيميا المنجلية. نعم، الأنيميا المنجلية هو يعني من اسمها إن الخلية الحمراء بدل ما تكون مرنة، خصوصا لما تمر على الشعيرات لوظيفة الدم لتوصيل الغذاء والأكسجين، فيحصل لها يعني تزيد لزوجتها، وبالتالي تتحول للشكل المنجلي الهلالي يعني. وشكل الهلالي لن يسمح للخلية الحمراء أن تعبر بسهولة، بالضبط، ما يؤدي إلى انسداد في الشعيرات خصوصا في الأطراف، وهذا الشيء راح يؤدي إلى حدوث الأزمات، النوبات الألم المتكررة الشديدة. طبعا الست شهور الأولى من العمر يكون الهيموغلوبين الجنيني هو مسيطر، إلى أن ينتهي بعد ست شهور تبدأ تظهر إيش نوعية الهيموغلوبين الموجود مع هذا البيبي. طبعا نبدأ عشان كذا هي اسمح للمقاطعة دكتور مسلم، عشان كذا الأمراض الوراثية تظهر بعد الست شهور، الدم الوراثي بارك الله فيك، لأنه الأف هيموغلوبين هو بالضبط هو المسيطر. نأخذ المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور، تفضلي دكتورة. حبيت أسأل عن الأمراض الوراثية في الأطفال. أيوة. هل الأطفال يعني هم مرض إذا الأم عندها ارتفاع في السكر، ولا يعني يقولوا مرض السكر هو وراثة؟ يعني هو لي جزء وراثي، يعني خاصة النوع الثاني يكون الاستعداد أكثر يعني وراثي. أيوة. مثلا عند ذي نقص كريات الدم البيضاء، هل يكون وراثي ولا؟ أختي الكريمة، السؤال على أساس أوضحها، أنت سألتي على أنه المرأة لما تكون حامل وعندها ارتفاع في سكر الدم، هل هذا يسبب إصابة الطفل بأمراض وراثية؟ أيوة، بس بعدين هم يعني مثل الأهل يقولوا لنا في عندهم وراثي في مرض السكر يعني. تمام، إذا أنت كذلك السؤال الثاني، المحور الثاني أنه هل يعني حالة السكر تعتبر من الحالات الوراثية كذلك؟ أيوة، بس دكتورة حابة أسأل يعني أيوة ارتفاع كروات الدم البيضاء. أيوة. أيوة أيوة، هل تكون وراثة ولا؟ تمام أختي الكريمة، إن شاء الله ضيف الدكتور مسلم بيغطي هذا الموضوع. شكرا وشكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. طيب دكتور، ناخذ المتصلة وقالت إنه المرأة بشكل عام لو لم يكن معها طفرات جينية هي نفسها، تمام، لكن حدث معها تغيير أثناء فترة الحمل، بمعنى إنه أصابت بسكر الحمل أو ارتفاع في ضغط الدم، فرط ضغط الدم بسبب حمل، أو لا قدر الله استخدمت أدوية أثناء فترة حمل، أو إصابتها بفيروسات معينة أثناء فترة حمل، تعرضها لإشعاع وغيرها مسببات البيئية الأخرى. هل هذا يؤدي إلى ظهور مرض وراثية أو متلازمات وراثية؟ نعم. إحنا أنت ذكرت عدة عوامل دكتور الحين. العوامل الأخيرة اللي هي عبارة عن الأدوية وعبارة عن الإصابة بفيروسات معينة في فترة محددة من الحمل، وخصوصا الفيرست ترايمستر أو الثلاث شهور الأولى. نعم، احنا عندنا متلازمات ممكن تنتج من هذا، من كونجنتال روبلا سيندروم فور اكزامبل على سبيل المثال، يعني الإصابة بفيروس
البدايات الروبيلا. لكن هي ذكرت موضوع ان تكون الام عندها سكري, سكري. اي طبعا هذا انفانت اوف دايابيتكس ماذر وضع مختلف, يعني يكون مثلا الوزن الزايد, انخفاض في السكر, يعني طبعا يتم مراقبتها بعد ولاده, لكن ما يظهر عندها مرض وراثي. لا 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 ما يكون سبب, يعني على حسب الليترتشرز وعلى حسب الموجود في الـ في الـ في الـ اي ما لا 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 لم تمام. لم يكون سبب مباشر, ولكن احنا ذكرنا النوع الثالث اللي هو الانفايرومنت. الانفايرومنت اللي هي الادويه, الاشعاع اللي ذكرتيه دكتوره, وكذلك الاصابه بالفيروسات. هذه الانفايرومنت نعم ممكن تغير في التركيب الجينيه في مراحل النمو البدائيه خاصه, وبالتالي تؤدي الى ظهور متلازمات نتيجه وجود طفره. لكنها ما تعمل لامراض دم وراثيه. لا مش امراض وراثيه, احنا نتكلم عن متلازمات الحين. بارك الله فيك. تمام دكتور. كذلك سالت الاخت الكريمه عن حاله السكر, يعني دائما احب اسميها حاله نعيش معها. الدور الوراثه بالنسبه لي حاليا هو طبعا النوع الاولاني دكتوره معروف ارتباطه وراثيا, اما النوع الثاني اللي هو في اي النوع الثاني نعم الثاني عنده الاستعداد اكثر للوراثة. لكن في نوع اللي هو احنا نسميه المودي, اللي هو يعني يكون عندهم يعني هم صغار في السن لكن صوره الدايابيتس تكون للكبار. هذه طبعا هذه اوريدي معروف الجينات المسببه, واشتغلنا فيها في بعض الحالات كذلك وشخصناها احنا. تمام بارك الله فيك دكتور. ندخل في المتلازمات دكتور مسلم, ندخل في المتلازمات. خبرنا عن المتلازمه وكيف يتم تشخيص المتلازمه واهم المتلازمات اللي منتشره هنا معنا في السلطنه. نعم عطفا على جوابا للسؤال هذا وعطفا على سؤال الاخ اللي تكلم عن موضوع القصور الذهني. اي والله هي يعني متلازمات القصور الذهني هي الاشهر حقيقه المنتال ريتارديشن, وطبعا هذه لها مسببات عديده. لفظ متلازمه احنا نطلقها على صفات محدده يجب ان تتلازم لاطلاق اسم المرض او اعطاء اسم المتلازمه هذه, صفات رئيسيه يعني. وطبعا المتلازمات اللي يكون عندها تاخر في النمو الذهني هذه كثيره. تمام دكتور. هذه متلازمات كثيرة. طبعا الشهر احنا تكلمنا عن متلازمات داون وغطيناها باعتبارها الأشهر. احنا عندنا حالة من كل 350 ولادة, وهذا حالة من كل 350. نعم. دكتور مؤشر. نعم. يعني بالفعل يعني هذا يحتاج نضرب له سلام ونقول له يا جماعة انتظر هذا يعني بصراحة العالم كان زمان يقول حالة كل العالم بشكل عام جلوبالي كحالة كل 800, العالم نفسه وصل كل 600 وصل إلى 400, وبالتالي إحنا ما نفرق كثير. وين بنروح يعني بعد فترة إلى 200 وفترة 100؟ طبعا أنا دراسات هذا يعني ريلي تشالنج. طبعا دراسة داون سندروم وصلت إن تكون يعني المحور الرئيسي في كل الاجتماعات الدولية حقيقة في مجال الوراثية, وبالذات في العلاج الجيني, في تجارب العلاج الجيني بالنسبة لنا إن شاء الله. تمام إخواني وأخواتي, ما شاء الله اليوم أنا يعني شفنا الاتصالات قليلة دكتور مسلم. أتوقع اليوم إخواني وأخواتنا مشغولين في المباراة إن شاء الله. يلا يفوز منتخبنا الوطني, وإحنا هنا نترقب الأستاذ المخرج يرفع لنا. يا الله مهزوم 3-1 كان. يا الله ما علي الأحمر دوم رافع الرأس. صحيح. الحمد لله. أخواني وأخواتي يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم البرنامج 24640234 أو 24640233, وحياكم الله معنا مكالمة. تمام دكتور مسلم, نتكلم مرة ثانية عن متلازمة الداون. ذكرت مشكور أن المؤشرات واحد لكل 350 في عمان. نعم يعني خبرنا عن هذه المتلازمة. صحيح, طبعا هي من أشهر المتلازمات وأكبر الأسباب لشيوع القصور الذهني بالنسبة للأطفال المصابين بها. مشكلة متلازمة داون احنا ذكرناها لعدة أسباب, وأهمها هو يعني وجود كروموسوم زائد في الموقع 21, وهذا نتج أساسا من عدم الانقسام أو عدم الانقسام الصحيح اللي حصل في البويضات, باعتبار أن الأم تشكل المصدر الرئيسي لهذا الشيء. طبعا في سؤال يطرح الحين, طبعا في عدة بحوث ليش العدد الزائد هذا وفجأة كذا. قد يكون التشخيص اللي حصل ومتابعة الحالات ربما هو اللي أعطى انطباع عن معرفة زيادة عدد الحالات. كذلك معرفة البروتينات المسببة لعدم الانقسام, طبعا النوع الشائع هذا. في دراسات تجرى حاليا, دراسات جينية طبعا تجرى حاليا على معرفة الأسباب. طبعا مرجعها هو عدم حيوية البروتين أثناء الانقسام, وطبعا احنا تكلمنا ان الانقسام اللي يحصل عند الأنثى اللي هي تكون في الجنين يقف أثناء المرحلة الجنينية ثم يستكمل بعد ما تبلغ البلوغ اللي هو 11 سنة أو 9 سنوات. الفترة هذه يعني ربما العلماء رجحوا ان قد تكون الفترة الطويلة هذه اللي حصل فيها البوز هذه بين ستيج 1 وستيج 2 ربما أدت الى يعني ضعف البروتينات المسؤولة عن الانقسام الصحيح, ولذلك يعني اكثر من 90% يكون عند الأم. لكن طبعا في مسببات اخرى اللي هو انتقال الكروموسوم الالتصاقي من موقع الى اخر, طبعا هذا يعني موجود بنسب مختلفه لدى الاب والام. اذا تفاسير مختلفه ناخذ مكالمه ان شاء الله. السلام عليكم.
حياك اختي كيف الحال؟ الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله. الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله. حياك الله. مع الجمعه الثانيه من كلام بن ابو علي. حياك الله اخويا جمعه. حياك الله. الله يسلمك. حياك الله. تفضل. الله يسلمك. انا عندي بنات سنتين. ايوه. عندي 4 اولاد الحمد لله امورهم طيبه. الحمد لله رب العالمين. وعندي اولاد بنات سنتين عند النقص هرمونات الغده الدرقيه. من اجيب بنات في عند النقص الغده الدرقيه. عند الولاده على طول يشخصن على طول في هذا فحص يمكن 10 يوم 15 يوم. اي والله. قال لي عندي نقص الغده الدرقيه. سبحان الله. كم اعمارهن طيب الله يبارك والله فيهن؟ والله عمر بنتي واحده تقريبا عمرها 9 سنوات. ما شاء الله. والبنت الثانيه عمرها سنه. ما شاء الله. وعاد الحين على جاب الحبوب استعمل الحبوب. العمر الطويل باذن الله عز وجل. وهذه المرض ما عرفت ماشي عندي وراده او شيء ماشي عندي. تمام بارك الله فيك. وهذا راجع في مستشفى صور بخصوص الادويه. طيب الحين انا اسالك اسئله اخوي الكريم اخوي جمعه. اول شيء كيف معدل النمو البنت اللي عمرها 9 سنوات؟ الحمد لله ماشي طبيعي بحكم انها تاخذ الجرعه. الحمد لله رب العالمين ماشي طبيعي ولا جماعه الشر الحمد لله زينه. صار تقريبا شوي عندي اوضاع في الدراسه. يعني تأخر في قدراتها الذهنية قصدك ولا هذا؟ لا لا دراسة بالمدرسة تدرس وعاد شوية تعليمها شوية ضعيف. تمام. حتى كتابة ما كتابة تعليمها ما تعرفش. حتى عندي بنت صغيرة الحين هي صف الثالث حاليا نفس الشيء. صغيرة بعد عمرها سنة. تمام. إذا بس هذا اللي أنت تشتكي منه حاليا؟ عادي تشتكي منه الحين عايشة أني عليها ما عندي صرف الصرف يمشي. طبعا على جنبرة الخارج أو شيء ما قدر قال نفس العلاج اللي بارك الله فيك اخوي الكريم. ترى هو يعني الهرمون الثيروكسين اللي تفرز الغده الدرقيه اذا نقص بسبب انه في خلل في الافراز الداخلي من جسم الانسان لهذا الهرمون لابد من تعويضه. يعني حال السكري حال اي مرض هرموني بسبب نقص ان الجسم ما يقدر انه يفرز فبالتالي يحتاج الى سند من خارج. انت انا ابي قبل عن ان احنا نقول ارتباط اللي هو الهايبوثيرويدزم اللي هو الخمول في الغدة الدرقية والقدرات الذهنية. أبي أكثر أنك توعدني إن شاء الله أن البنات يستمرن على أخذ الثايروكسين على الهرمون ياخذنا باستمرار مع المتابعة الدورية مع الفريق الطبي المعالج اللي هم يقيسوا معدل الهرمون بين فترة وفترة. البحوثات خلاص تمام بارك الله فيك. غير اختي كيف الحبوبه دي هذه تعيش طول عمرها؟ هذه ما لها اي يعني سايد افكت ما لها اي يعني فعل جانبي لان هي اصلا نعم. هي تعويض للهرمون الثيروكسين اللي المفروض تفرزه الغده الدرقيه حالها ايوه. واذا فصلت الحبوب عنن؟ لا تفصل الحبوب لأن أنت الثيروكسين يعتبر من الهرمونات الأساسية لجسم الإنسان. يدخل الثيروكسين في كل شيء في حياة الإنسان فما بالك البنت عمرها 9 سنين لساتها تبي تدخل في عملية النمو والبلوغ وغيرها وبنت عمرها سنة هي محتاجة لعملية التطوير. أنا أخذت منك وعد أن الهرمون يستمر ما توقف أبدا يمكن تقلل الجرعة بناء على تغيير الطبيب المعالج الفريق الطبي المعالج لكن أنك أنت توقف هذا يعتبر كأنك قطعت عليهم شيء أساسي هم محتاجين. أخي الكريم حتى أختي بعد مرات تسوي لها نفضة في جسمها نفض في جسمها. شوف الثيروكسين ما يسوي نفض في الجسم عارف يمكن هي تكون ما ماكل البنت هذه أي واحدة فيهم التسع سنوات. نعم. لا زيادة الثيروكسين هذا يظهر طبعا في فحص الدم يبين عند الهرمون عالي هو بيأثر على هرمون آخر احنا نسميه TSH بيظهر عليها بأعراض مختلفة لو كان عندها زيادة في كمية الثيروكسين اللي هي تاخذها عن المستوى اللي هي محتاجتنا. مثل ما خبرتك ارتباطها مع الفريق اللي عالجها فحوصات دائمة فحص الدم بيبين انه هل نزيد الجرعة شوية او ان نقللها شوية لكن انه ممنوع عملية التوقيف. اخي الكريم تسلم بارك وانت عطيتني وعد ان ما تسوي اي شيء سواء انك لا خلاص انا تابع الحمد لله حالتي في المستشفى. تمام واحنا من صوبنا بنغطي لك موضوع ارتباط الهايبوثيرويدزم اللي هو كسل الغده الدرقيه وتطور القدرات العقليه عند الاطفال خاصه اذا كانت يعني مخلوقه فيها الانسان. اختي دي الله يسلمك ما تجيني غير عليه البنات اما الاولاد الحمد لله امورهم طيبه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذه يعني نعمه من الله عز وجل وبنخبرك كذلك الأسباب اللي في ذلك إذا كان في إن شاء الله. تسلم أخي الكريم وشكرا للمتابعة بارك الله فيك. شكرا جزيلا شكرا.
دكتور، الغدة الدرقية ومرضة الغدة الدرقية هل هي كذلك تعتبر من الأمراض الوراثية؟ نعم، الوصف المذكور في الحديث الأخ الكريم يعني اللي هو congenital hypothyroidism، ويتم اكتشافه يبدو بالنظام السكرينينج اللي احنا ماشيين عليه في عمان بعد الولادة مباشرة. يتم. طبعا في ارتباط، هذه خدمة قوية على فكرة، طبعا يعني جدا جدا مهمة. اي نعم، ارتباط الـ 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 ليش ما تقول لنا ليش مهمه دكتور مسلم؟ لماذا مهمه؟ لان احنا ممكن يعني لو مثلا هو ما يظهر عليهم بشكل ظاهري، بالتالي لو تم ترخيصهم في البيت او بعد الولاده وهم اساسا عندهم نقص في الغده الدرقيه، ممكن يتراكم الامر الى قصور دهني تام وتعقيدات اخرى من غير اكتشافها، والعلاج المتاخر لن يفيد كما العلاج المبكر. لذلك جاءت الاهميه في انشاء هذا البرنامج. الارتباط بالتاخر هني جدا واضح طبعا، مثل ما تفضلت دكتور، انت شرحتي موضوع دور ثايروكسين في النمو بشكل عام، وطبعا هو ماستر يعني يعتبر او سيد رئيسي في خلايا كثيره او في وظائف كثيره. انا اتوقع عشان كذا الرحمن عز وجل الغده الدرقيه يعني في منطقه الرقبه، منطقه اساس الواحد، سبحان الله يعني الحمد لله. فهو ماشي صح، ونصيحتك انا اؤكد عليها، يجب ان يستمر في موضوع ثايروكسين، وما هي خطا يعني، وما هو شيء يخوف بالفعل. لا في حالات في حالات كثيره يمكن ما يعرف هو، بس في حالات وعوائل كثير فعلا مستمرين على هذا المجال وما عندهم اي اشكاليه ابدا، والبنت تدخل وتتخرج من الجامعه وقدراتها تروح وتتزوج باولاد وما عندها ويجيب اولاد سليمين. لا هو اي بالضبط، نقطه جدا مهمه، حكايه التوارث القابليه قد تكون. طبعا احنا عندنا عائله عندهم هذا الشيء، فيجب البحث عنه ايش، لكن ما يوجد صفات اخرى مع الموضوع ممكن. أيوة، بالتالي انا يعني احط ضمن الكونجنتال هايبوثيروزم لعده اسباب، بس هو عائلي موجود، ولذلك يجب الاهتمام بال الولادات القادمة. نعم الله فيك. تمام دكتور مسلم، نرجع مرة ثانية والمتلازمات الله يرضى عنك، احنا يعني الداون هذه تعتبر يعني الحمد لله الوعي عليها تام، المصابين بأنواعهم الثلاثة. صحيح صحيح صحيح. احنا طبعا ذكرنا اللي هو النوع الرئيسي اللي هو نوع عدم الانفصال، صحيح، ثم الكروموسوم الالتصاقي الانتقالي، ثم ذكرنا النوع الموزايك، والحين حاليا لما تفحص على الكروموسومات تلقاها عادية ما فيها زيادة، وتبحث عن الكروموسوم الانتقالي ما تلقى كروموسوم انتقالي. ومع ذلك الظواهر المرضية موجودة كداون سندروم، زمان ما كان يعني هو شكل داون لكن ما يوجد شيء يشخص داون، وبالتالي يعطيه اسماء اخرى. مؤخرا تم اكتشاف طبعا بعد ما عملوا اللي هو ما يسمى بالجينوم البشري وتحديد، وهذه معجزه من معجزات العصر الحديث، فتم تحديد ان في جزء صغير في الكروموسوم 21 لو تضاعف فقط، ما في داعي يكون كروموسوم كامل، هذا الجزء تم تحديده من 22 و11 للمواقع اللي نستخدمها في تحديد مواقع الكروموسومات، من 22 ل 11 الى 22 و23، هذه الجزء البسيط هذا لو تراكم او حصل دوبليكيشن او مضاعفه، بحيث يظهر لي كروموسوم واحد ما يظهر لي ثلاثه، لكن يكون عنده أعراض متلازمة داون، الجرعة الزائدة. بارك الله في الكلام جميل الأخ الكريم دكتور مسلم. أخواني وأخواتي، بعدهم أخواني وأخواتنا بزي في المباراة اليوم، 2-4-6-4-0 2-3-4 2-4-6-4-0 2-3-3، وحنا ننتظركم. هو أمراض دم الوراثية إن شاء الله دكتور متلازمات. السلام عليكم، جاتك المكالمة. السلام عليكم الله وبركاته، حياكم الله، تفضل. يعطيك العافية، حياك الله دكتورة. الله يسلمك، حبينا نشارك معكم في البرنامج، جزاك الله خير. حياك الله، الله يسلمك يا عافية، ونحيي دكتور مسلم. الله يسلمك، حياك الله، شكرا، تفضل. يعطيكم العافية، الله يسلمك. تفضل أخي الكريم، معك نسمع. حياك الله. أنا عندي أطفال، يعني الطفل هي صاحي ما متأثر بأي شيء بالأمراض الوراثية، وهي الطفل متأثر كذلك، طفل صاحي وطفل يعني متأثر، وأنا ماشي على هذه الطريقة. ما شاء الله، سبحان الله. كم عندك أخوي الكريم؟ يعني عندي طول عمرك الحين 4. ما شاء الله، فاثنين يعني عندهم مرضى وراثية، واثنين الحمد لله بخير. نعم، والخامس ما في شيء. الحمد لله، يعني الحمد لله. شخص متأثر وشخص ما متأثر، وأنا ماشي على هذه الطريقة. تمام، طيب خبرنا نوع التأثر، إيش تقصد؟ أي نوع مرضى معاهم؟ متلازمات معهم يعني دم. والله هو لما أنا تابع حالة المستشفى السلطان عند الدكتورة غسم أمراض الوراثية، ولكن بعد نتابع حالتهم يعني العلاج قرشوا لهم علاجهم فحوصاتهم إلى برا. تمام بارك الله. كم أعمارهم أخوي الكريم؟ واحد عمر 11 سنة الحين،
والبنت يمكن عمرها أربع سنوات. طيب أنا عندي كذا سؤال وبعدين بعطي زميلي الدكتور مسلم كذلك يستفسر من هذا الموضوع. إيش نوع الدكتور مسلم يعرفني الله يجزيه خير جاينا قبل فترة. طيب يعرف عن إيش نوع مرضتهم يعني يا أخي الكريم خبرنا بالضبط إيش قالوا لك التشخيص لو تذكر. والله التشخيص يعني ما زلنا نتابع حالته مع دكتورة أنا لكن بعد يعني ما ظهرت بنتيجة يعني نهائية. تمام أخي الكريم إن شاء الله يلا ألف سلام عليهم ويربوا بخير وعزة وسلامة إن شاء الله. الله خير. تسلم وإن شاء الله بنغطي موضوع الفرص عملية الوراثة. نعم يعني الطفل ما في شيء سليم والطفل بارك الله فيك الوراثة أيوة يعني ولد ما في شيء والثاني ولد متأخر والثالث بنت قصدي يعني نفس الحالة ولد ثالث ما في شيء يعني بس عفوا أخي الكريم ما رحتوا تعملوا أي فحوصات يعني ما قبل الزواج بعد إصابة طفل معاكم ما أخذوا فحوصات منكم وحللوها بعثوها من الله هذه يعني الفحوصات سمعنا عنها الحين يعني من سنة يعني عندنا حقص الشرقي يعني ما محمم علينا هذا القرار أو ما في قرار يعني يكون إجباري يعني إجباري يعني نأيد هذه بارك الله فيك الفكرة يعني فحوصات المبكرة صحيح للأشخاص. صحيح والله يعني أنا وخاصة أخي الكريم الله يرضى عنك وخاصة الناس اللي عندهم يعني تسمع في العائلة الوحدة إن عندهم. طيب خليني أسألك أخوي الكريم حد من الأهل أخوانك أخواتك عندهم كذلك أولاد مصابين مرضى معينة مشابهة لمرضى أولادك أو حتى منصوب المدامة؟ لا ما حد يعني وأنتوا بنصوبكم ما حد يا منصوب لكن عيال عمي اثنين عندهم تأثر يعني في المشي ما يعني ريولهم متأثرة رجلين يعني تحس انهم يعني نظريا لما تشوف رجولهم ما طبيعي في تشوهات يعني مثلا تشوهات خلقية بارك الله فيك تمام الاولاد اللي عندي تشوه في الكلام وفي النظر لكن يتخسر عندي الولد خلاص خش مدرسة يعني الحمد لله سنة بعد سنة. وكيف القدرات الذهنية أخي الكريم؟ الولد أوكي يعني مشي موره يعني يتحسن الحمد لله ما بفضل المتابعة الدائمة طبعا من صوبك مع الفريق الطبي المعالج لا ما تقصر تمام بارك الله فيك شكرا دكتور مسلم تسلم شكرا بارك الله فيك أخي لكن الكريم. حنا بقى نعرف يعني السبب المشكلة يعني اللي بالضبط إن ليش يعني واحد فيه واحد ما فيه بالضبط أيوة الشجرة الوراثية ولما تفضلتي الفحص محمد يعني يكون إجباري يعني قرار حكومي يعني هو في دول خليجية على فكرة قريبة معاهم هذا الفحص بشكل إجباري يعني لاستكمال إجراءات معينة إن شاء الله ليش لا يعني ليش إحنا ما نقترح إن عملية هذا إن شاء الله أخي الكريم شكرا للمشاركة وعلى أساس إن شاء الله نتكلم في المحور تسلم شكرا بارك الله فيك دكتور طيب نعم. نرجع مرة ثانية وعملية الشجرة الوراثية من ناحية انتقال أي مرض معينة نعم ما ذكر الأخ الكريم حقيقة هو يعني احنا في الوقت الحالي طبعا ما زلنا الى حد الحين في خاصه لما يكون المرض يعني وراثه سواء سائده او متنحيه في عائله معينه ولم نجد التشخيص نرسل العينات للخارج بس ان شاء الله في المستقبل القريب باذن الله احنا ماشيين على خطه على اساس نجريها كلها هنا معانا باذن الله في المركز الوطني للصحه الوراثيه. القصد انا فهمت فعلا هو عنده حق موضوع التشخيص الوصول للتشخيص وتحديد ما اذا كان متنحي او سائد ومن ثم اعطاء الارشاد الوراثي المناسب ومنع تكرار حدوث او خلينا نقول يعني تقليل اي بالضبط يعني من حدوثه وفعلا يعني الحاجه للتشخيص جدا مهمه مثل ما ذكر الاخ الكريم وفي وضعنا الحالي هذه احنا نعمل جاهدين على اساس نوصل للتشخيص هذا لكن في المستقبل القريب ان شاء الله راح تقرا معنا باذن الله وبالتالي بعد الحصول على التشخيص يكون التعامل الوقائي معها اسهل طبعا احنا دائما نناشد الاسره
بتوفير التعليم المبكر. يعني غالبا معظم متلازمات هذه يكون عندهم إما خلل عضلي أو عفوا في الأطراف أو خلل ذهني، بالتالي هم محاجين إلى تعليم مبكر مكثف من أجل تقليل من السلبيات الناجمة. وحاليا في مؤسسات تعليمية يعني مدربة على أساس أنها تتعامل مع هذه الفئات. صحيح صحيح صحيح. إحنا تكلمنا عن نوعين، تكلمنا عن الأمراض الدم الوراثية، تكلمنا عن المتلازمات، وأخذنا من كل بستان الزهرة. صحيح. نأخذ النوع الثالث اللي هو المتعدد الأسباب. نعم، متعدد الأسباب. طبعا من ذكرنا قبل شوي موضوع أمراض السكري، أمراض القلب. إحنا حقيقة دخلنا في مجال آخر في أمراض القلب. تدري دكتور إن في بعض الأمراض أحيانا يصاب الإنسان بعدم انتظام في ضربات القلب، ما يؤدي أحيانا إلى الوفاة المفاجئة، سواء بنوعين. احنا عندنا البروغادا وعندنا اللون كيوتي. اي والله، وهذا كثرت. اي بالضبط، وهذه مسبباتها جينيه. طيب هذول احنا يعني شغالين في عوائل معينه، مثلا اللي يجونا في العيادات او شيء، مثلا البحث عنها بالتعاون مع المختصين من خصائص القلب. ناخذ المكالمه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، تفضل. جمعة السعادة، رجع زعيلة مرضاني. حياك الله. بس عفونا أخويا، تقصر الصوت. أيوة، تقصر الصوت اللي معاك أخويا. أيوة أيوة، تفضل. عن نفس الغد اللي تكلمتك عنه مساعة شوية. أيوة. قال أنا أختي ماشي عندي وراثة، بقولك عندي وراثة والله شيء. تمام أخي الكريم. إن شاء الله. تمام إن شاء الله. كيف المرض يوصل أنا؟ تمام. أبتكر من المرض. تمام، بارك الله فيك إن شاء الله خير كريم. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك. سؤال جدا مهم يجينا في العيادة كثير، وبالذات مع الأمراض اللي هي سائدة. طبعا اللي يحصل إيش، إن الجين المعطوب يكون موجود حقيقة مع إن سائد وموجود عند الأخوة، بالتالي طالما سائد ومعايا ليش ما يظهر عليه كأب أو كأم؟ اللي يحصل إن الجين المعطوب هذا مسيطر عليه، بمعنى آخر إن الأكتيفيشن أو تنشيط العطب ما شغال. لكن لما يحصل إن أحيانا في فجأة في أحد الأجيال يحصل تنشيط للجين المعطوب، طبعا له أسباب عديدة، وبالذات في عملية التكون الجنين الأساسي يحصل ما يسمى بالميوتوجينيسيس أثناء تكوينه. بالتالي مثل ما ذكر لك، طالما أنا ما عندي فشلون يكون موجود في أولادي هو سائد وغيره؟ لأن حصل تنشيط للجين المعطوب. يعني هو معطوب بس غير أكتف أو غير نشيط، لكن حصل التنشيط في الجين اللي بعده، ولذلك تظهر على الأطفال الثانيين. احيانا يكون في ما احنا ذكرنا الموزايك، لو ذكر دكتور الموزايك اللي هو 50% يكون سليم و 50% يكون معطوب. الطفرات الوراثيه احيانا تكون نفس الشيء كذا، يحصل الموزايك شيب هذا. فاثناء يعني مثلا بعض يعني الحيوانات منه يكون فيها الطفره وبعضها ما يكون فيها الطفره برغم انه سائد، فهذا الخلطه هذه الموزايك اللي تحصل احيانا يظهر في جيل وما يظهر في جيل اخر. فهذا تفسير هذا الموضوع. نعم. نرجع مره ثانيه دكتور، والنوع الثالث اللي هو المرض المتعدده الاسباب دكتور، قلنا تكلمنا وارتباطها بالانفايرمنت. نعم اي، فاحنا شغالين في اللونج كيوتي مثل ما قلت دكتور، وفي حالات يعني ثانيه سبيه اللي هي اللونج كيوتي، هي عباره عن مرض يعني معين بسبب هو اي. نعم، يحصل عدم انتظام لضربات القلب مفاجئ ما يؤدي الى الوفاه المفاجئه، واحيانا الوفاه اثناء النوم. طبعا اطباء القلب هم يتعاملوا مع هذا الشيء بالادويه، واحيانا يلجأوا الى زراعه الجهاز المنظم حقيقه اللي يسمونه الاي سي دي. دورنا احنا في المركز خصوصا لما يكون في عائله معينه يتم تحويل هذه العائله علينا، ومن ثم نبحث الطفرة في أي جين مشهور. أهمية هذا الشيء إن لما يعرف الواحد إنه هو معرض لحصول هذا الشيء، يعني بعد ما نحدد الطفرة اللي فيه، بالتالي يتبع نظام غذائي رياضي، متابعة دورية مع أطباء القلب للتقليل من خطورة حدوث هذا الشيء. طبعا في أدوية وعلامات معينة يكون هو منتبه ليها. اي طبعا، بس في حلول، في أدوية تسيطر على هذا الوضع. صحيح. وفي كذلك اللي الجهاز اللي خبرتك عنه دكتور، اللي يزرع على أساس أوتوماتيكي يعني يتحكم في الضربات لو شذت. تمام دكتور، نتكلم مرة ثانية والمرضات المزمنة. نعم، المرضات المزمنة اللي هي مسببات وراثية، معظم المتلازمات تكون كذي حقيقة. وإحنا طبعا هذا شيء مرهق حقيقة للفرد المصاب والأسرته والمجتمع. صحيح. لكن من كل النواحي، لكن اجتماعيا اقتصاديا كل شيء. أكيد. لو التحرك تجاه هذه الأمراض أو هذا الواقع المرضي ما يشمل فقط الجانب الصحي، لا، يكون معهم جانب مؤسسات مختلفة. أولا القطاع الخاص يساهم في الحلول، الجانب التربوي يساهم في الحلول، الجانب التنمية الاجتماعية. يعني العملية محتاجة إلى تكاتف جميع هذه الجهود من أجل توفير أو رفع جودة الحياة للشخص المصاب. التقليل من السلبيات لو تركت، اللي هي بتتضاعف وبتتراكم وبتكون أسوأ من ذي قبل. هذا التقليل في حد ذاته هو يعتبر نوع من العلاج والتقرب من المشكلة، وتحديد سلبيات الأمراض المزمنة اللي هي ناتجة من المتلازمات الوراثية. طبعا
في سعي من أجل هذا الشيء عن طريق التعاون مع المؤسسات الأخرى الخدمية الأخرى كمؤسسة التعليمية مثلا في وجود مراكز تتعاون مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من عملية علاج النطق مثلا أو العلاج اللغوي جدا مهم وهذا جداً. الشيء هذا الشيء موفر ويتم اللجوء له. يعني نحاول في مساعدات معينة هي المفروض أن الواحد يلجأ لها من أجل تمرين هذه المهارات بالضبط المفروضة. قدر الإمكان. دكتور يعني آخر 9 دقائق من وقت البرنامج نبي في تحدي جميل وأنا بالفعل دائما أتكلم على هذا التحدي الجميل اللي هو العلاج بالوراثة العلاج الجيني يعني. أيوة والله. نعم نعم تمام يعني الطفرة القادمة يعني نعم. من شهر تقريبا اللي هو سائل التواصل يعني مجال السكري نعم. الله يعني هذا بالفعل شيء هذا مجال والجين ثيرابي مجال آخر تمام. مجال الجين ثيرابي يعني أنا يعني علاج الجيني أنا يعني في مجال دراستي في مجال الوراثة الجزيئية في مجال الأمراض العمل الوراثي حقيقة مساهم بثلاث عوائل في مجال العلاج الجيني إن شاء الله. طبعا العلاج الجيني يشتغل على في محاولات على جميع الأمراض الوراثية والمحاولات هذه بعدها في بدايتها سواء كانت متلازمات أو مرض مزمنة أو اللي هو هي الفكرة دموية. الفكرة تتحدث يعني خلينا نقولها ببساطة والله. تحديد الجين المعطوب ومن ثم توفير البروتين اللي مفروض أن هذا الجين المعطوب يقدمه صح. فإحنا نوفره خارجيا صح. أو إبدال هذا الجين بجين نشط صح. أو لما يكون في جين معطوب سببه يؤدي إلى ظهور عوارض مرضية إزاحة هذا الجين يعني في عدة طرق لهذا الشيء طبعا وين وصلنا؟ والله وصلنا لتجارب شبه ناجحة خصوصا في أمراض العمل الوراثي. لماذا؟ لأن العين تعتبر يعني عضو مميز لتجارب حسة. لتجارب العلاج الطبيعي وذلك لوجود البارير بينها نجحت؟ طبعا في أمراض في علاج العمل الوراثي نوع نعم نوع من ليبرز أميروسيز نعم نجح تجارب كثيرة طبعا أميروسيز حاليا أدخل كعلاج مدروس لا هي هو النجاح أنت تعرفي دكتورة في مجالنا النجاح يبدأ بتحديد حالات معينة ثم تأتي مرحلة النشر ثم مرحلة توزيع هذا العلاج من أجل الحصول على رقم أكبر ومن ثم اعتماده. طبعا المراحل هذه تأخذ وقت إذا هي مراحل تجريبية لأن بالفعل دكتور الكل يسأل عن خاصة مراضة الدم الوراثية خاصة مراضة الأمراض يعني مراضة نعم في تجارب على النيمة منجلية وفي تجارب على الثلاسيميا من أجل تبديل هذا الجين. طبعا ما في السكر وكذلك لم ينشر إلى حد اللحظة هذه بالنسبة لأمراض الدم الوراثية لم ينشر شيء لحد اللحظة هذه إن بنجاح تجربة معين ولكن ما ينشر هو تجارب مبشرة بالخير. طبعا السلبيات اللي تحصل مع الجين الثيرابي هي أو العلاج بالجين نفس السلبيات اللي تحصل مع زراعة أي عضو يعني زراعة أي عضو تعرف رفض الجسم لاختلال في جهاز المناعة الإصابة بتعقيدات إضافية وهكذا. أنا من خلال طبعا خلال دراستي احتكيت بالعلماء بعض العلماء الشغالين في الجين ثيرابي معظم الإشكاليات هذه هي تنقصها بس نبرة واحدة في حاجز معين موجود وهذا الحاجز جدا صغير اللي هو اللي يعيق نجاح التجارب هذه بشكل مثالي وهذا الحاجز لم يكتشف إلى حد الحين واعتقد اكتشافه راح ينقل هو التحدي حاليا الناس راح تكون كل العلماء اي طبعا راح تكون ميجر ترانزيشن في مجال العلاج تمام. نرجع مره ثانيه دكتور مسلم والمرض الوراثيه وعن طريق عمليه تصحيح الاعطاب التي قد تحدث نعم. دكتور ما بنتكلم في الامراض الدم الوراثيه وحتى المتلازمات او حتى المرض المزمنة نتكلم عن العوامل التي يمكن الوقايه منها صحيح يعني العطب الوراثي ما ممكن في اعطاب تورث اي حل الكلام خلقيا نعم صحيح تشوهات خلقيه صحيح أيوة. لكن في مسببات لاعطاب ممكن تتجنبها قول لنا هذه المسببات. اشكرك جدا على هذا السؤال دكتور لانه هو لب الموضوع حقيقه. احنا مثل ما قلت في بعض العوائل احيانا يكون عندهم مثلا مرض وراثي معين وهذا المرض الوراثي المعين غالبا ما يكون متنحي. انت تحب هذاك الهانجنجتون هذا لان احنا شغالين فيه في عياده متخصصه له وفي لا مش هانتكتون بس في امراض شبيهه اللي هي تظهر بعد عمر 35 في غالب الحالات تمام. فهذا جزء لكن الجزء اللي اتكلم عنه الامراض المتنحيه باعتبارها 52% من مجمل الامراض أيه؟ يعني الغالبيه عالية. أيه ومتنحي بمعنى ان في حاملين ما عندهم اعراض هنا اللي ممكن نشتغل فيه الاشكاليه اللي يعانوا منها المجتمع العام العالمي بشكل عام في مجال الامراض الوراثيه التكاليف المطلوبة من أجل إجراء عمليات السكرينينج بروجرامز مثل هذه المتلازمات حلو. أو مثل هذه العيوب كلام الخلقية جميل والله. وبالتالي ما لم بس الشيء المطمئن والمشجع إن دكتورة في 10 سنوات الأخيرة حصل تقدم طويل في مجال التكنولوجيا المستخدمة وهذا التطور أدى إلى
تقليل التكاليف. زمان يعني كان مثلا الجهاز اللي كنا اللي موجود ما يسمى بالجيل الثالث للتحليل الدي ان ايه زمان كان غالي كثير، الحين يعني اقل من الاف الدولارات الى عدد معين من الدولارات. وهذا بارك الله فيهم الشركات المنافسه، بالعكس طبيعي. هذا بيساعدنا، وهذا بيساعد جدا. برافو. خلينا نرجع بالنسبه للعوامل اللي سالتك عنها الله يرضى عنك، يعني ايش الامراض المتنحيه؟ قلت لي 52%. نعم، من مجمل الامراض الوراثيه. نعم تمام. قل لي ايش الاسباب اللي يمكن ان الكل لو ابتعد عنها. اي او بدايه يعني خصوصا عوامل بيئيه. نعم دكتور، هذا عامل جدا مهم، بس لو عرف ان في عائله، يعني شخص ما عرف ان في العائله بس بطريقه باخرى في مرض وراثي معين، وسمع ان او اخبر انه متنحي وهو قريب لهذه العائله، يعني يجب مش يفحص، يا ريت احنا لسه في المرحله ما وصلناها، ان شاء الله بنوصلها، لكن على الاقل يبحث عن السبب، يروح للطبيب المختص في اي مكان، وفي سلسلة من العمليات الروتينية اللي بيوصل في النهاية لطبيب المختص على أساس بس يشرح لك كيف يعني. والمفروض إنه يفحص عن هذا المرض ويشوف نفسه حامل أو لا، وبالتالي يبحث عن الزوج اللي ما تحمل واحد. أو العكس صحيح. بارك الله فيك. هذا واحد. هذا طبعا اثنين. حل قدري. أوكي. اثنين، إنه لو مثلا حصل إن واحد يعني عنده العائلة متنحية وزوجته عندها متنحية وخلاص يعني ما هناك في تقنية جديدة اللي هي تقنية البي جي دي، وتقنية البي جي دي هذه برضو يعني تطور علمي حديث في مجال، يعني لو اختيار البويضة الملقحة مناسبة من بين 8-10 بويضات في الأيام الأولى وبالتالي زرعها في الرحم. طبعا نسبة النجاح طبعا ما تتعدى 30%، ولكن 30% نسبة. البي جي دي برضو يهيئني لنقطة أخرى، يعني مثلا أحيانا يكون في طفل عنده أنيميا منجلية ومحتاج إلى زراعة نخاع، صحيح، محتاجين دونر، وهذه مشكلة. طيب. وبالتالي يتم تسخير ما يسمى بالبي جي دي مع الـ HLA matching، يعني مش اختيار فقط البويضة المناسبة الخالية منها، لا، بويضة مناسبة خالية من العطب الجيني وملائمة. الله. للبيبي. وعلى فكرة شوف قدرة الله عز وجل، يعني كل نسيج لي HLA طبعاً متخصص، طبعاً ست أنواع، يعني تبارك الله في خلقه. دكتور آخر دقيقة. نعم. إيش تبي تقول للناس؟ أبي أقول إن 60% من التعامل مع الأمراض الوراثية هو توعية، البحث عن المعلومة. إحنا يعني إن شاء الله بنحاول نوصل لكل التجمعات من أجل تقديم التوعية، لكن إحنا نرحب بالأسئلة. وليش توصل أنت دكتور كله بالإنترنت؟ يا جماعة اسمعوا هالدكتور فنا إيش تقول، يعني أعمل جوجل على فكرة، صحيح، افتح وشوف، ثقف نفسك، افهم هذه مرض على فكرة، يعني تشكل تحدي ليك مع الانتباه ولكل. مع الانتباه لمصدر المعلومة. الله طبيعي. لأن أحيانا في بعض المصادر تكون يعني غير ثقة، لكن إن شاء الله إحنا قادرين على أن نوصل بإذن الله بالمعلومة للكل إن شاء الله. دكتور مسلم، لكن القصد هيش القصد إنه لا طبعاً. تنتظر في طبعاً. والله يعني في مرضات تتحدى صحة الإنسان. صحيح. يعني إذا مؤشرات معانا توصل إلى 28% 7%، يعني هذه مؤشرات عالية دكتور طبعاً. مسلم طبعاً. فأتمنى الجميع إن شاء الله يكون سمع هذه الحلقات استفاد منها إن شاء الله. مثل ما قلنا سابقا دكتور، ان شاء الله احنا موجودين من اجل يعني المساعده وتقديم التوعيه ان شاء الله، وراح نوصل باذن الله بالمعلومه للكل. احنا في مرحله تطور ان شاء الله، والخدمه هذه راح تتوفر في المستقبل باذن الله متى ما تحت الامكانيات والاحتياجات الملحه. تسلم دكتور مسلم، ومثل ما تعودنا منك ما شاء الله يعني قدها وقدود دكتور مسلم، بالتوفيق ان شاء الله. اشكرك دكتور واشكر الساده المستمعين. تسلم. وان شاء الله افدناهم باذن الله. اللهم امين. اخواني واخواتي كل عام وانتم بألف خير، ايام طيبه مباركه وهارد لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأسرة والمجتمع. الأسرة والمجتمع. إعداد وتقديم الدكتورة فنة العريمية، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.